معنا من رام الله عصمت منصور الخبير في الشؤون الإسرائيلية، أهلا بك معنا في تغطية التلفزيون العربي. سيد منصور، إذن أصبح القانون ساريا بمجرد أن يوقع عليه الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، ماذا ننتظر من إسرائيل بعد هذا القرار الأمريكي؟ تحياتي، تحياتي لكم ولمتابعيكم. إسرائيل تعتبر كل دعم تلقاه، وأولا هذا لا يؤثر على موقفها السياسي، لا تأخذ بالاعتبار هذه المساعدات، هي تعتبر هذا جزء من التزامات الولايات المتحدة تجاهها، وبالتالي يعني عمليا لا تأخذ بالاعتبار في هجومها وفي ممارساتها وفي عدوانيتها، كيف ستنعكس هذه الممارسات على الرئيس الأمريكي مثلا بايدن الذي يدعم بسخاء، ولا على حملته الانتخابية، ولا حتى على سمعة وعزلة الولايات المتحدة. لذلك أنا أعتقد أن توقيت هذا الإقرار، وهو قرار أشهر وهو يحاول الرئيس الأمريكي أن يمرره، توقيته في هذه الفترة بعد الضربة الإيرانية والرد الإسرائيلي كجزء من يعني محاولة احتواء إسرائيل وردها، وأيضا قبل رفح يحمل مدلولات خطيرة. نتنياهو سيعتبر أن هذا ضوء أخضر له كي يقدم على عمليته أو مذبحته التي يخططها تجاه رفح، ونحن نقرأ بين السطور في اللهجة الأمريكية مؤشرات مقلقة جدا. إلى جانب التحفظات هناك لوم لحماس، وهذا يعني ضمنا أنه هي التي أفشلت المفاوضات وبالتالي يجب الضغط عليها، وهذا يفسر عنه ضوء أخضر للعملية، وأيضا حديث أمريكي عن أنه يعني هناك بشكل أو بآخر تفهم لهذه العملية مع هذه المساعدات، تصبح وكأنه يعني هناك قبول أمريكي، حتى نرى تطمين أمريكي للعالم أن العملية لن تكون طويلة وستأخذ بالاعتبار المدنيين، وهناك مدن خيام، يعني حتى من يعارض العملية تحاول أن تسكن هذه المعارضة وأن تسخفها الولايات المتحدة من خلال نشر تطمينات ليست في مكانها. الوضع في رفح خطير ومقبل على وضع أكثر خطورة إذا ما أقدمت السير على هذه العملية. وهنا أسألك سيد منصور، هل على ما يبدو أو يمكن قراءة المشهد أن إسرائيل حقيقة اقتربت من إقناع الولايات المتحدة بالطريقة التي ستدخل فيها إلى رفح، ستجتاح رفح؟ على ما يبدو نعم، بمعنى أنه الإدارة الأمريكية في هناك مسألتين أثرت على موقفها. الأولى أنه الرد الإيراني، هذا جعل يعني الرئيس الأمريكي يكون حريص على أن يسترضي نتنياهو كي لا يرد على هذا الرد، وبالتالي مارس نتنياهو ابتزاز في هذا الموضوع، وأيضا فشل المفاوضات، وبالتالي يعني التذرع بأنه هناك مفاوضات ويجب انتظار وإعطاء فرصة وإمكانية توصل لتهدئة، هذا أيضا يعني ولوم إسرائيل الولايات المتحدة لحماس، كل عوامل تجعلنا نعتقد أن الولايات المتحدة أصبحت في موقف أضعف من أن تضغط على نتنياهو، وخاصة أنه يعني هو لديه تجاهل تام لها. وفوق ذلك أنا أفترض أنه الإسرائيليين قدموا خطط وفتحوا حوار مع الأمريكان، ولكن دون أن تكون هذه الخطط حقيقية ومقنعة وقادرة على الأخذ بالاعتبار التخوفات التي طرحتها الولايات المتحدة وطرحها العالم من قبلها، وهي أن هناك خطر